السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، أصدقائي في شبكة الفيسبوك، كما وعدتكم نخصص هذه الجمعة أول جمعة لأول موضوع من مواضيع حديث الجمعة، حديث من القلب إلى القلب. اخترت موضوعا حساسا نوعا ما، لأنه موضوع يتعلق بعلاقة الآباء بالأبناء. والله وأنا أقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. والله لقد أشفقت كثيرا على كثير من أبنائنا وبناتنا، أشفقت كثيرا على هؤلاء، لأن العقوق يحرم الأبناء، يحرمهم من خيري الدنيا والآخرة، يحرمهم من البركة، يحرمهم من الرضا، يحرمهم من الخير، من الفلاح، من النجاح في الدنيا، كما يحرمهم من رضا الله عز وجل والفوز بالجنة يوم القيامة. فالعاق لوالديه هو من المحرومين، قد حرم عليه الله عز وجل الجنة. لكن مفاهيم العقوق أصبحت الآن تختلف. أولا، بداية، فنحن نعلم على أن العقوق من أكبر الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قارن الله عز وجل، قارن بين الإشراك به والشرك بالله بعقوق الوالدين، واعتبره إذن من أكبر الكبائر. ثم بعد ذلك في الحديث: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. لكن المتعارف بين الناس الآن على أن العقوق هو سب الوالدين، هو شتمهما، هو ضربهما، هو رفع الصوت أو استعمال العنف معهما. فعلا هذا عقوق، وهذا ليس فقط عقوق، وإنما هذا سوء أدب، وأمور لا يقبله العقل ولا المنطق ولا الشرع أن يتعامل الأبناء مع آباء بهذا الشكل. لكن هناك صورا أخرى للعقوق قد يجهلها كثير من أبنائنا وبناتنا. هناك ما يسمى بالعقوق الصامت، ربما لأول مرة قد تسمعون عن العقوق الصامت. فكما أن هناك بعض المصالحات أصبحت الآن تنتشر في الأوساط الإعلامية وفي الأوساط الإعلامية وداخل الأندية التواصلية، ما يعرف بالقوة الناعمة، وحتى في الأوساط السياسية القوة الناعمة: العذاب النفسي، التعذيب النفسي، التعذيب المعنوي. كذلك هناك الآن أصبح ما يعرف بالعقوق النفسي والعقوق المعنوي والعقوق الصامت. هذا العقوق الصامت هو أشد خطورة من العقوق التي تحدثنا عنها، لأن العقوق بالصورة التي تحدثنا عنها في البداية، الضرب والشتم والسب، هذه تصدر في بعض الأحيان من أفراد فقدوا كل معاني للإنسانية، فقدوا كل معاني. لكن العقوق الصامت بعض الأحيان قد يصدر من أبناء مثقفين، يعني واحد الأولاد اللي كيكونوا مثقفين قاريين ومزيانين، وأبناء مدارس وأبناء جامعات، وربما دكاترة ومهندسين وأساتذة أطباء وكذا، ومع ذلك فإنهم يتعاملون مع آبائهم بهذا التعامل ما يعرف الآن بالعقوق الصامت. وحتى نضع أيدينا على هذا الجرح أو على هذا النوع من مظهر جديد من مظاهر العقوق، نعطي صورة لهذا العقوق الصامت. العقوق الصامت هو حينما يتعامل الابن أو البنت مع والديه تعاملا سمجا، من السمج، تعامل فيه لا مبالاة، تعامل فيه تجاهل، فيه جهالة، فيه عدم اعتبار. بعض الأحيان الابن حينما يقول لأمه: أنت لا تفهمين شيئا، أو يقول لأبي: أنت لا تفهم شيئا، خاصة إذا كان الأب أميا أو الأم أمية لا تقرأ ولا تكتب. من مظاهر هذا العقوق الصامت عدم استشارة الآباء والأمهات في كثير من الأمور، يعني أن الأبناء يأخذون قراراتهم ويتخذون اختياراتهم بمعزل عن إرادة وعن رأي آبائهم وأمهاتهم. ومن أبشع أيضا صور العقوق الصامت هو التجاهل واللامبالاة، وعدم مشاركة الآباء والأمهات في الحياة اليومية. الله عز وجل حينما أمر الإنسان أن يطيع والديه
وأمره بأن يحسن إليه، ما استعمل واحد العبارة لو تأملنا إليها لفهمنا ماذا نقصد من هذا الكلام. يقول الله عز وجل: صاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، بمعنى المصاحبة. مصاحبة يعني المعاشرة، المعايشة، المساكنة. هذه المعاني، المعاشرة، المعايشة، المساكنة، أصبحت شبه منعدمة. فالأبناء الآن يعيشون في بيت واحد منعزلين عن آباء أمهاتهم، بل لا يجالسونهم، لا يؤاكلونهم، لا يتسامرون معهم. فلكل حياته الخاصة، حياة الخاصة أصبح مصطلح يعني يفرض نفسه الآن، حياة خاصة. حتى الأكل بعض الأحيان البنت أو الابن يأكل لوحده، لا يأكل مع الجماعة، مع الأب ومع الأم. إذن هذه العبارة عبارة المصاحبة، صاحبهما في الدنيا معروفة. والرجل الذي جاء إلى رسول الله يسأله قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. المصاحبة هنا بمعنى المعاشرة والمساكنة والمعايشة. يعني ينبغي أن تكون الاهتمامات واحدة، وأن تكون انشغالات واحدة، وأن تعيش الأسرة مجتمعة وليس مفرقة ومشتتة. وبالتالي ينبغي لهؤلاء الأبناء أن يعلموا على أن التجاهل للآباء هو نوع من العقوق. وهذا التجاهل بعض الأحيان، وهذا الإهمال، وهذا التجاهل وهذا الإهمال قد يكون بسبب الانشغال بأمور من الأمور، بانشغال بالدراسة، أو الانشغال بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة، انشغال بالهواتف. فكيف بعض الأحيان الابن أو البنت لساعات طويلة لا يرفع عينيه من هاتفه إلى أمه أو إلى أبيه، قد يجلس بجانبها لساعات ولا يرفع، أو مع أبيه ولا يرفع وجهه للنظر في وجه والديه. هذا تجاهل. هذا النوع من أنواع العقوق أصبح إذن يفرض نفسه بحدة. إنني فعلا والله أتألم حينما أرى أيضا أما ستينية تتجاوز 60، وبجانبها بنت عشرينية لم تتجاوز 20. فالأم خادمة لدى هذه البنت، تقوم لها بأبسط الحاجات أو الحاجيات التي ينبغي أن تقوم بها هذه البنت بنفسها، تقوم بها الأم، مثلا تنظيف ملابسها، أن تهيئ لها كل شيء. أيضا مما نرى أيضا ابن تجد بعض الأحيان مفتول العضلات، قوي البنية، ومع ذلك والده يقوم بكل شيء من مشاغل ومتاعب. هذه المظاهر، مظاهر هذا العقوق الصامت، مظاهر هذا العقوق الصامت أنه يتراكم في قلوب الآباء والأمهات، هي عبارة عن صغائر قد تبدو للأبناء أنها ليست من اسم العقوق، لكنها تتراكم في قلوب الآباء فيتأثرون، وتحدث في أنفسهم ألما، وتحدث في نفسهم أذى، وأذى نفسيا خطيرا لا يتنبهون إليه، يتنبه إليه كثير من الأبناء. ولهذا فيعي كثير من الآباء الآن والأمهات يعيشون فراغا في البيت، مع وجود ربما أزيد من 3 أو 4 أبناء في البيت، مع ذلك يعيشون فراغا كأنهم يعيشون لوحدهم. لماذا؟ لأن كل ابن منشغل لحاله، منشغل باهتماماته وبميولاته المختلفة. ولهذا أيها الإخوة، أيها الأخوات، أي أصدقائي، أحبائي الكرام، أنصحكم نصح قلب من يعني بكل صدق، يعني من قلبي وبكل صدق، أن نتنبه إلى هذه الأمور، وأن نحذر كل الحذر من هذه الصغائر، من هذه الهنات، من هذا العقوق الصامت الذي قد يحرمكم من الجنة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق. فإنما هو تحذير لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الأبناء. ينبغي أن تحرصوا على طاعة الوالدين، لا تحرموا أنفسكم من لحظة تعيشونها بينهم، لأنه سيأتي يوم لا تجدونهم بينكم. فقد يعني الإنسان الذي فقد والديه يتمنى لو تعود حياته من جديد، ويحيا والداه من جديد، فيستمتع بالجلوس معهما، وأن لا يحرم من مصامرتهما أو من الجلوس معهما على مائدة الطعام. هذه نصيحة من القلب، ونحن في حديث الجمعة، حديث من القلب إلى القلب. صلى الله عز وجل أن ينبهنا بعيوبنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وإلى حلقة جديدة
في الجمعة المقبلة بإذن الله. انتظرونا مع حديث الجمعة. معكم أبو زكريا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.